البيوت نتاع ماتش السودان ما نحبوش نحكي ولا برشا حاجات. البيوت نتاعنا باش الجمهور اللي فيك تاع عارف شنو هو ماشيين غاديك ماشيين للسودان. اول حاجه الساعه نخمو ان نكونوا متوازنين برشا. التشكيله يمكن ما تمشيش باش تبعد برشا على التشكيله اللي لعبت في الزمالك، لكن الوقفه نتاعنا ربما تتغير شويه لان نلعب كونتر ان كاليبر اللي هو اقوى برشا من الزمالك. مانيش بنخليو بوكو ديسباس ان شاء الله للادفيرسير. مهمتنا الاولى والاخيره هي تسجيل غادي هدف على الاقل. سي قيس، عنا لقينا الدفاع شويه ما مشاش في كبس، شنو متحضرين الماتش هذاك؟ خاطر نعرف عندها تاك به يعني السودان. يعني انت الدفاع اللي لعب في كبس واضح اللي ماهوش هو الدفاع اللي باش يلعب في ام درمان، دونك باقي هذيك هي المشكله نتاعنا. وين حبينا نحضروا الهلال بقابس، دونك تلقى روحك مريح ما تنجمش تعمل عليه خاطره مصاب. تلقى روحك خالد السويسي لانه عنده كارت احمر، تلقى يسميه بلي مازال تعب شويه لانه عمل بوكو ديفور باش يرجع الفورمه نتاعو. كريم العوضي حكينا معاه على وضعيته الجديده وكريم وقابل انه معناه لاخر العام يعطي كل ما عنده بالنسبه للنادي الافريقي. دونك هذاك علاش ما نجمناش نحضروا ماتش الهلال ماتش قابس. دونك ماتش قابس ني با جو ريفيرونس، برغم لاني كنت ديسيو متغشش برشا بعد ماتش قابس. سقيت حتى سامي النفزي من تحاولتوش يعني تحكيو معاه باش يبعد من الفتره الفراغ اللي هو فيها. ما تعرف شو كي داير مر فتره فراغ بقاش مقدر مو يا يرجع كما كان يا كما نقولوا يذيع. فما اوقات وانا يعرفوني ويعرفوني كيفاش الكوميونيكاسيون تاعي مع الملاعبيه، نخلي حتى سيونس بي نحكيش مع الملاعبيه. ساعات تحكي زاد ساعات يولي الحديث ما عادش ينفع، دونك لازم فما حاجات اخرين باش ينجموا يرجعوا للملاعبي. اليوم بالنسبه لي انا عاد النفزي نمبر 1 علاش نجم نقول لك. برنامج سفرة السودان نصف نهار ان شاء الله نتوكلوا ربي نهار الخميس، نوصلوا غادي الخمسة بوقت تونس يعني السبعة بوقت السودان. عندنا حصة تدريبية نتاع إزالة الإرهاق، ثم عندنا حصتين نهار الجمعة ونهار السبت على الميدان نتاع اللي باش نلعبوا فيه ضد الهلال السوداني. ان شاء الله لاباس بوتر. سلام مرتي سي قيس وان شاء الله مربوحة. عايش كويس عزيز.